لا بالحق بقى يا باشا، بما ان انا المفروض شغال مع حضرتك، ليه حاطط صوري معاهم؟ مش معنى ان انت شغال لحسابي ما احطش صورتك على الحيط. طب ما تقول لي يا باشا اجيب لك انا شويه صور من اللي مصورها لي الواد حوده كودا ده، انا قالب بيها السوشيال ميديا. مين يا اخويا؟ حوده كودا جايه من كودك يعني، هو الواد مصور اعور بس الواد عينه كده صقر. حوده كودا ايه عليك وعلى سنينك؟ هو انت في السجل المدني مصور بطاقه صورتها مش عاجباك؟ مدفوع يا عم. المهم اقلع. ايه؟ لا يا باشا، لا يا باشا، مش احنا، احنا غلابه بس عايشين بشرفنا. مش وقعنا ان انا وافقت اشتغل معاك انك تقول لي اقلع؟ لا، ولعلمك انا وافقت اشتغل معاك عشان حاجه واحده بس، انك قلت لي ان انت صح وهم اللي غلط. انا دلوقتي بس فهمت انت ليه اديتني فلوس كتير قوي لما اشتغلت معاك. لا لا يا باشا مش هنقلع. مالك يا امنة؟ انت مجنون ولا ايه؟ انا بقول لك اقلع عشان تحط المايك ده وتسجل كل حاجه البيلا ونسمع كل الكلام بتاعها، وما تحطش ايدك على صدرك عشان الصوت يبقى واضح. فهمت؟ فهمت يا باشا. موس اتفضل سمعنا حاجة. عينيا. أما يا ياما، أما يا ياما. إيه ده؟ إيه ده؟ ده الترند يا باشا. ترند إيه عليك وعلى دماغك بس؟ أنت عرفتني بصراحة. لو مش عاجبك يا باشا نغيرها. حضرتك هتديني ظهرك، عجبتك دوس على زرار الكرسي هيلف، سهلة. عينيا. أما